طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على الجراديوالي فاريد فلو، وقلنا إن الجراديوالي فاريد فلو هو مثال من أمثلة النون يونيفورم فلو، وإحنا صنفنا النون يونيفورم فلو وقلنا إن في عندنا حاجة اسمها رابيدلي فاريد فلو، يعني فلو بيتغير بسرعة، يعني معناها في تغيرات بتحصل بشكل كبير في الووتر ديبس على مسافات صغيرة وعلى مسافات صغيرة، وفي عندنا جراديوالي فاريد فلو يعني معناها في تغيرات بتحصل للووتر ديبس والفيلوستي ولكن بتاخد مسافات ايه طويله او مسافات كبيره وبتسميها جرادوالي فاريد ايه جرادوالي فاريد فلو. قلنا عشان نتكلم على مسائل جرادوالي فاريد فلو محتاجين ان احنا نمر بمرحلتين. المرحله الاولى ان احنا بنعمل حاجه اسمها سكتش للووتر سيرفيس بروفايل، والمرحله الثانيه بيقول ان هي مرحله الحسابات اللي هي كالكوليشن للووتر سيرفيس بروفايل. النهارده او المره اللي فاتت كنا بدانا نتكلم على مرحله السكتش للووتر سيرفيس بروفايل، وقلنا سكتش للووتر سيرفيس بروفايل معناها انك انت بتاخد القلم الرصاص بتاعك وفري هاند بتبدا تتخيل شكل سطح الميه هيكون او هيتصرف ازاي. وانت بتعمل السكتش ده محتاج انك انت تجاوب على سؤالين اساسيين. السؤال الاولاني، هل سطح الميه هيرايز ولا يفول؟ رايز يعني معناها الووتر ديبس بيزيد مع المسافه، وفول يعني معناها الووتر ديبس بيقل مع المسافه. فلازم تجاوب على السؤال ده، هل الكيرف بتاعي بتاع سطح الميه رايزنج ولا فولينج؟ وادينا امثله للرايزنج زي القصه دي، وامثله للفولينج زي ايه؟ زي سطح الميه اللي هو مبين بالشكل. والسؤال الثاني بيتعلق بالكيرفيتشر بتاع سطح الميه، هل هو هيكون الكيرف بتاع سطح الميه بشكل مقعر ولا بشكل محدب؟ فزي ما احنا شايفين على المثال اللي قدامنا ده، سطح الميه هنا بيفول في الكيرف اللي اسمه A2 وكذلك بيفول في الكيرف اللي اسمه S2، ولكن الكيرفيتشر بتاع A2 مختلف عن الكيرفيتشر بتاع S2، احداهما محدب والتاني ايه مقعر. فلازم برضه وانت بتعمل سكتش للووتر سيرفيس بروفايل لازم تبين سطح الميه هيكون مقعر ولا محدب. ناخد مثال تاني، لو كان عندي الكيرف بتاعي رايزنج زي ما انت شايفين، الاس 1 كيرف ده رايزنج والام 1 كيرف ده برضه رايزنج، كلاهما رايزنج، ولكن في واحد منهم هيكون محدب والتاني بيكون ايه بيكون مقعر. لازم نجاوب على هذا السؤال. يبقى بالتالي السكتش بتاع الووتر سيرفيس بروفايل محتاجين نجاوب فيه على سؤالين اساسيين. السؤال الاولاني، سطح الميه بيرايز ولا بيفول؟ السؤال الثاني، كيرفيتشر بتاعه مقعر ولا محدب؟ قلنا عشان نجاوب على هذه الاسئله محتاجين الاول خالص ان احنا نصنف البيد سلوب نوعه ايه. وقلنا المره اللي فاتت ان احنا عندنا خمس انواع من الايه البيد سلوب، الستيب والكريتيكال والمايلد والهوريزونتال والادفيرس. وقلنا بنسمي كل بيد سلوب باول حرف من السلوب ده، بمعنى ان الستيب سلوب بيبدا بحرف الاس، فبالتالي هنسمي السلوب ده من هنا ورايح الاس سلوب. يبقى هو لو اقول لك اس سلوب يبقى تعرف ان هو ده اسمه الستيب سلوب. في عندنا حاجه اسمها كريتيكال سلوب هنسميه بحرف السي، مايلد سلوب بحرف الام، هوريزونتال سلوب بحرف الاتش، ادفيرس سلوب بحرف الاي. التسميات دي يا شباب تسميات كونفشنال يونيفرسال. يونيفرسال يعني ايه؟ على مستوى العالم ارتضوا ان هم يستخدموا هذه التسميات وهذا العرف. الستيب سلوب ايه هي الخصائص بتاعته؟ نبدا بقى نتكلم تكنيكالي او هيدروليكالي. اما اقول لك ان السلوب ده ستيب معناه ايه؟ ستيب يعني معناها السلوب عالي قوي لدرجه ان الفيلوستي لو مشيت عليه هتمشي بسرعه كبيره اكبر من الفي كريتيكال، وبالتالي يبقى الووتر ديبس لو الفلو قدر له ان هو يمشي فوق الستيب سلوب ده يونيفورملي هيمشي بووتر ديبس واي نوت ايه وصفه اقل من الواي كريتيكال. ليه؟ لان سرعته اعلى من ايه؟ اعلى من الكريتيكال. وبما ان الفي اكبر من الفي كريتيكال والواي اقل من الواي كريتيكال هتلاقي يبقى الفروض نمبر في الحاله دي هيكون ايه؟ هيكون اكبر من واحد، يعني معناها سوبر كريتيكال كونديشن. وقلنا لو احنا كان عندنا مايلد سلوب عكس الستيب على طول وبضدها تتميز الاشياء. مايلد يعني ايه؟ يعني سلوب قليل، يعني لو الميه مشيت في فوق السلوب المايلد ده هتمشي بسرعه قليله. قليله يعني ايه؟ يعني اقل من الفي كريتيكال، وبالتالي يبقى الووتر ديبس بتاعها لو قدر له ان هو يمشي باليونيفورم هيمشي بالووتر ديبس واي نوت. ايه علاقته بالكريتيكال؟ علاقته بالكريتيكال ان هو هيكون ايه؟ هيكون اقل من، هيكون اكبر من الكريتيكال، هيكون اكبر من الكريتيكال لان الفلوستي اقل من الكريتيكال. يبقى هنا سرعه قليله يبقى ووتر ديبس كبير، وهيكون في الحاله دي بما ان السرعه قليله الفرود نمبر ايه؟ هيكون الفرود نمبر اصغر من واحد، يعني وصف الفلو هنا ايه؟
فوسف فلو هنا سب كريتيكال فلو. الكريتيكال فلو يعني سام وين ما بين المايلد والستيب. هنا بقى عندنا الميه ماشيه بسرعه بالمصادفه بتساوي الفي كريتيكال، وبالتالي لو قدر الفلو يمشي بالنورمال ديبس هيمشي بنورمال ديبس قيمته بالمصادفه بتساوي واي كريتيكال، وبالتالي يبقى الفلود نمبر بالظبط هتلاقيه بيساوي واحد يعني كريتيكال فلو. يبقى ده وصف الستيب سلوب، وصف الكريتيكال سلوب، وصف الايه المايلد سلوب. طيب لو انا جيت اتكلم على الهوريزونتال سلوب اقول ايه؟ هوريزونتال سلوب من وصفه يعني بيد افقي. بيد افقي يعني معناه ايه بقى؟ يعني معناه ان السلوب كقيمه بتساوي صفر، صح كده؟ قيمته بتساوي صفر. لو انا اتكلمت على الادفيرس سلوب ايه وصفه؟ وصف الادفيرس سلوب ان هو سلوب عكسي. يعني ايه؟ يعني عنده قيمه للسلوب بالنيجاتيف. يعني ايه الفرق ما بين الادفيرس سلوب والستيب او الكريتيكال او المايلد؟ ان المايلد والكريتيكال والستيب ليهم مركبه الويت بتاعتهم في اتجاه الحركه، صح ولا لا؟ يعني لو انا جيت اعمل تحصيل هنا لمركبه الوزن، الوزن فين؟ الوزن في الاتجاه ده كده، ده اسمه الوزن، وزن الميه. ماشي، لو جيت احلل مركبه الوزن ده مركبتين، مركبه عموديه على القاع ومركبه موازيه للقاع، هتلاقي هنا ايه مركبه الوزن عندنا فيه مركبه اسمها دبليو ساين ثيتا. ها دبليو ساين ثيتا دي ايه؟ المركبه دي فين؟ في اتجاه الحركه، في نفس اتجاه الحركه. يبقى الدرايفنج فورس هنا مركبه الايه؟ مركبه الوزن. فالميه بتمشي بسلاسه هنا. انما هنا الوضع مختلف خالص. لو جيت احط الوزن، حط الوزن بتاعك، ادي الوزن بتاعي دبليو، اعمل لي بقى المركبتين بتوعي، هتقول لي ايه؟ هتقول لي مركبه كده عموديه، مركبه عكسيه. صح؟ يبقى الوزن هنا هيكون عنده مركبه فين؟ في عكس اتجاه الحركه. دبليو ساين ثيتا هنا هتكون في عكس اتجاه الحركه. يبقى بالتالي الادفيرس سلوب والهوريزونتال سلوب ما عندهمش مركبه تساعدهم ان الفلو يمشي على اللي على التشانل بتاعتي. فبالتالي عشان يمشي الفلو في الادفيرس او الهوريزونتال محتاج يكون عندي ايه؟ محتاج يكون عندي بريشر عالي قوي في الابستريم. يعني مثلا يكون الشكل بتاعي يكون عامل كده اهو بهذا الشكل. يعني الووتر ديبس في الابستريم يكون عالي، في الداو سنين يكون قليل بهذا الشكل. يبقى هنا واي نوت واحد هتكون كبيره، واي نوت اثنين هنا هتكون ايه؟ هتكون صغيره عشان يدرايف الفلو فوق الادفيرس سلوب. نفس الكلام بالنسبه للهوريزونتال. الفلو يمشي ازاي في هوريزونتال بيد؟ يقدر الفلو يمشي في الهوريزونتال بيد نون يونيفورملي ازاي؟ بان هو يولد بريشر هنا عالي فيبقى شكله عامل كده. يبقى الووتر ديبس هنا واي نوت واحد يكون عالي، واي نوت اثنين يكون ايه؟ يكون اقل. ففرق البريشر هو اللي بيدرايف الحاله دي الايه؟ الفلو. واضح؟ يبقى الفلو فعلا ممكن يمشي فوق الادفيرس سلوب، ممكن يمشي فوق الهوريزونتال سلوب، بس لازم يمشي نون يونيفورملي ويكون البريشر هنا اعلى من البريشر بتاع الداون ستيم عشان يقدر يدرايف الفلو في سلوب عكسي او في سلوب الهوريزونتال سلوب. خلونا هنا نتكلم بقى على الخصائص او نكمل الخصائص بتاعه السلوبس المختلفه. ازاي نوع السلوب هيمكنني ان انا اعرف هو بقى رايزنج ولا فولينج والكلام ده كله؟ تعالوا نعمل حاجه ظريفه. ايه هي؟ احنا عرفنا زمان ان اقدر احسب الواي كريتيكال لو كان عندي قطاع ريكتانجلر او فيري وايد سيكشن. افرض القطاع عندي هنا فيري وايد سيكشن بسهوله. الواي كريتيكال بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي الجذر التكعيبي ها لكيو سمول سكوير على ايه؟ على جي. واتفقنا ان الكريتيكال ديبس داله فقط في مين؟ في الكيو، مش داله في السلوب. يبقى لو انا قلت لك الدسشارج اللي ماشيه فوق الادفيرس سلوب ده كانت 10 متر مكعب بير سكند، فوق الهوريزونتال 10، فوق المايلد 10، فوق الكريتيكال 10، فوق الستيب 10. يبقى لو دخلت كل مره ب 10 متر مكعب بير سكند بير متر رن، يبقى في الحاله دي هتطلع نفس الواي كريتيكال للادفيرس والهوريزونتال وللمايلد والكريتيكال والستيب. يبقى الكريتيكال ديبس زي ما احنا كنا عارفين الكريتيكال ديبس داله فقط في الدسشارج وليس داله في اي حاجه ثانيه ليها علاقه بالاسلوب او بمانينج ان. يبقى بالتالي انا استطيع اقول لو كانت الكيو واحده في التشانلز المختلفه دي هيكون ليها نفس الايه؟ نفس الواي كريتيكال. احنا المره اللي فاتت قلنا عرفا هنرسم الكريتيكال ديبس لاين خط النقط موازي للايه؟ للقاع. فتعالوا نرسم بقى دلوقتي كريتيكال ديبس لاين، هرسمه خط النقط موازي للقاع وده اسميه الكريتيكال ديبس. ده اسمه السي دي ال كريتيكال ديبس لاين. ويبقى ده الووتر ديبس ده اسمه ايه؟ اسمه الواي كريتيكال.
طب ونفس الكلام هنا، بفرض انا ماشي معايا نفس الدشارج، يبقى ارسم خط هنا موازي للايه؟ للقاع اسمه ايه؟ الكريتيكال ديبس لاين. نفس الكلام هنا، خط موازي للقاع اسمه ايه؟ اسمه الكريتيكال ديبس لاين. او زي ما انتم شايفين كده، انا حاطه او رسمه ايه؟ بخط بعده هنا زي البعد ده، زي البعد ده، وهكذا. ده برضو الكريتيكال ديبس لاين. يبقى لو الدشارج واحده، الكريتيكال ديبس هيكون ايه؟ هيكون واحد. طيب تعال نحط بقى النورمال ديبس لاين في الحالات الخمسه دول. احنا قلنا ستيب سلوب يعني ايه؟ يعني سرعه عاليه، يعني ووتر ديبس قليل، يعني النورمال ديبس اقل من الكريتيكال ديبس، صح؟ والكلام ده لسه قايلينه من شويه. يبقى هرسم النورمال ديبس لاين، واتفقنا النورمال ديبس لاين برسمه خط ايه؟ سوليد. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. تعالوا نرسم النورمال ديبس لاين خط سوليد. يبقى بما ان ده كريتيكال ديبس، يبقى النورمال ديبس تحتيه. في الستيب هيكون كده. فده اسمه ايه؟ اسمه النورمال ديبس لاين، سميناه المره اللي فاتت ندل، ان دي ال، نورمال ديبس لاين. طب الكريتيكال، الميه ماشيه بسرعه بتساوي الفي كريتيكال، والووتر ديبس النورمال ديبس يعني اليونيفورم فلو ديبس بيساوي الواي كريتيكال بالمصادفه. يبقى الواي كريتيكال هنا سينطبق على الواي نود، يبقى النورمال ديبس هرسمه خط منطبق على ايه؟ الواي كريتيكال. يبقى الاثنين منطبقين على بعض. طب هنا المايلد سلوب، المايلد سلوب يعني ايه؟ يعني سلوب قليل، يعني سرعه قليله، يعني ووتر ديبس عالي. يعني ايه ووتر ديبس عالي؟ يعني النورمال ديبس اعلى من الواي كريتيكال ديبس. يبقى ما تيجي ترسم النورمال ديبس، ترسمه هنا ايه؟ خط اعلى من الايه؟ الكريتيكال، واسمه النورمال ديبس لاين. ده اسمه النورمال ديبس لاين، وهنا سميناه النورمال ديبس لاين. يبقى بص زي ما انت شايف كده، الستيب النورمال ديبس تحت الكريتيكال، المايلد النورمال ديبس اعلى من الكريتيكال، الكريتيكال النورمال ديبس منطبق على الكريتيكال. تعالى هنا بقى نتكلم على مين؟ على الهوريزونتال وعلى ايه؟ الماي على الادفرس. تعالى نتكلم على الهوريزونتال وعلى الادفرس. هل في الهوريزونتال واي نوت؟ تعالى نشوف كده. لو احنا اتفقنا من شويه ان القطاع بتاعي ايه؟ اتفقنا من شويه ان القطاع بتاعي فيري وايد سيكشن. كنا قلنا ان الفيري وايد سيكشن عنده معادله للواي نوت بتساوي، لو انت فاكرين، كيو سمول في الان على جذر مين اس نوت تو ذا باور كام؟ تو ذا باور 2 على 3 2 على 3 على 5 قصدي، اللي هي 8.6. فاكرين اثبتنا القانون ده قبل كده. النورمال ديبس في حاله الفيري وايد سيكشن، فيري وايد فقط مش ريكتانجلر كمان، فيري وايد دي للفيري وايد فقط، بيساوي كيو سمول في الان على جذر اس نوت تو ذا باور 3 على 5 اللي هي 0.6. طيب وساعتها قلنا ايه بقى؟ النورمال ديبس داله في مين؟ في ثلاث حاجات عكس الواي كريتيكال. النورمال ديبس داله في الكيو والان والاس نوت. جميل. تعالى شوف بقى الهوريزونتال سلوب، هل اقدر احسب له واي نوت؟ حط لي بقى الاس نوت هنا بكام؟ احنا اتفقنا في الهوريزونتال سلوب ده الاس نوت بكام؟ اس نوت بيساوي صفر، صح؟ حط لي بقى الاس نوت هنا بصفر في المقام، هيحصل ايه؟ واي نوت بكام بما لا نهايه. يبقى النورمال ديبس غير معرف في حاله مين؟ الهوريزونتال سلوب. يعني معناها ايه؟ مش ممكن الفلو يمشي يونيفورم فوق هوريزونتال بيد. ليه؟ عشان الكلام اللي قلته لك من شويه، ان مفيش مركبه وزن في اتجاه الحركه، فبالتالي عشان فلو يقدر يمشي لازم يمشي مقصوع كده، لازم يمشي كده بهذا الشكل. يبقى الووتر ديبس هنا يكون عالي، ووتر ديبس يكون قليل. ده يونيفورم، ده يا شباب ده مش يونيفورم، فبالتالي ده نان يونيفورم فلو. يبقى الفلو استحاله يمشي يونيفورملي اوفر هوريزونتال بيد. والدليل لما تيجي تجيب الواي نوت هتلاقي هنا عوض عن اس نوت بزيرو في المقام، هتديك الواي نوت بكام؟ واي نوت بيساوي ما لا نهايه. يعني معناها مش ممكن يحصل ان الفلو يمشي يونيفورم. يبقى انا عرفت دلوقتي من خصائص الهوريزونتال سلوب ان الاس نوت بصفر، وكمان ان الواي نوت بتاعتي هتكون في ما لا نهايه. دي معلومه مهمه. طب تعالى نتكلم على الادفرس سلوب. ايه وصف الادفرس سلوب من شويه؟ قلنا ايه؟ ان الاس نوت بيساوي نيجاتيف، صح؟ نيجاتيف سلوب عكسي. طيب وبالتالي الواي نوت بيساوي ايه؟ حط لي بقى الواي نوت هنا، الاس نوت هنا، حطها لي بالنيجاتيف تحت الجذر. نيجاتيف نمبر تحت الجذر تديك ايه؟ تديك ما لا نهايه. تديك اسف ايماجينري نمبر، تديك ايماجينري نمبر. يا بالتالي الواي نوت هتطلع ايه؟ هتطلع ايماجينري. يعني ايه ايماجينري؟ يعني فيزيكالي مش هتحصل. يعني زي دي بالظبط، زي واي نوت في ما لا نهايه. واضح يا شباب؟ فبالتالي بالنسبه لي الاثنين يستوون، اللي هم مين؟ الادفرس والهوريزونتال سلوب. بيقول لك ان استحاله الفلو يمشي يونيفورم. يعني هل انت تتخيل يا باشمهندس ان الفلو ممكن يمشي يونيفورم كده؟ الا لو انت كنت بتتفرج على افلام توم وجيري بقى،
هل ممكن فلو ممكن يمشي يونيفورم كده يعني الووتر ديبس ده قد الووتر ديبس ده كده وماشي بيصعد كده فوق الايه فوق التله كده ينفع يحصل الكلام ده؟ لا طبعا مش ممكن. امال ايه امتى يحصل فلو يقدر يمشي زي فوق الادفرس سلوب ده؟ يمشي لو كان عامل كده، لو كان عامل كده دي عندي بريشر اعلى من دي فبالتالي هيدرايف الفلو في الاتجاه. واضح يا شباب؟ يبقى من الكلام ده اخذنا معلومه في منتهى الاهميه، ايه هي؟ The flow cannot go uniformly over a horizontal or an adverse slope. والدليل ان الواي نوت هنا غير معرفه او ما لا نهايه، والواي نوت هنا غير معرفه او ما لا نهايه. اما الواي نوت في المايلد والكريتيكال والستيب ليهم قيمه، بمعنى ان الفلو ممكن يمشي يونيفورم اوفر مايلد سلوب او اوفر كريتيكال سلوب او اوفر ستيب سلوب، انما اوفر هوريزونتال او ان ادفيرس الفلو نيفر جو يونيفورم. انما الحل الوحيد بتاعك فوق هوريزونتال او ادفيرس سلوب لازم الفلو يكون ماشي ايه؟ ماشي نون يونيف. دي الخصائص اللي احنا قلناها من شويه، كل الخصائص اللي قلناها من شويه لكل ايه؟ لكل سلوب. يبقى وانس ان انا قلت لك ده ادفيرس سلوب، هوريزونتال سلوب، مايلد سلوب، كريتيكال ستيب، انت تقدر تبريدكت الخصائص دي من غير ما اقول لك اي حاجه، كل الخصائص دي تقدر تعرفها. طيب الخصائص دي هتمكننا ازاي من ان احنا نعرف الكيرف بتاعي رايزنج ولا فولنج؟ تعال بقى نشوف هتمكننا ازاي. احنا اتفقنا ان احنا هنرسم الكريتيكال ديبس لاين خط النقط زي ما قلنا كده، شايفين كريتيكال ديبس لاين موجود في المايلد والادفرس والهوريزونتال وكل حاجه، كريتيكال ديبس موجود في كله. لان وانس فلو ماشي عرفت فلو يعني عرفت ديسشارج، يبقى تقدر تحسب واي كريتيكال. انما النورمال ديبس اللي هو الخط السوليد ده، النورمال ديبس معرف في الستيف في الكريتيكال في المايلد، انما في الهوريزونتال مش معرف في ما لا نهايه زي ما اتفقنا، واي نوت في ما لا نهايه، وفي الادفرس ايه؟ واي نوت ايماجينري يعني برضو نعتبرها في ما لا نهايه. بص بقول لك ايه بقى؟ انا اقدر اقول لك دلوقتي ان الفلو هيطلع رايزنج ولا فولينج ازاي؟ بعد ما انت صنفت السلوبس بتاعتك هنصنف الايه؟ الزونز. في عندنا حاجه اسمها فلو زونز، فلو زونز الحدود بتاعت الفلو. فبص بقى عندنا بنصنف الفلو زونز لايه؟ لثلاث اصناف. بنصنف الفلو زونز لثلاث اصناف. زون رقم واحد وهي الزون اللي بتقع فيها الفلو الووتر ديبس بتاعه اكبر من الواي نوت واكبر من الواي كريتيكال. زون ثلاثة العكس، الووتر ديبس بتاعي بيكون اقل من الواي نوت اقل من الواي كريتيكال. زون اثنين ما بين واحد وثلاثة. يبقى ده تعريف زون واحد وزون ثلاثة وزون اثنين، ده التعريف بتاعهم. زون واحد يعني ايه؟ يعني معناها الووتر ديبس بتاعك الحقيقي قيمته اكبر من الواي نوت واكبر من الواي كريتيكال. زون ثلاثة يعني ايه؟ العكس، الووتر ديبس الحقيقي بتاعتك قيمته اقل من الواي نوت اقل من الواي كريتيكال. طب زون اثنين تعرف ازاي ان الووتر ديبس بتاعك لا هو ينتمي لزون واحد ولا ينتمي لزون ثلاثه؟ تعال نطبق الكلام ده على الرسمه اللي فاتت. احنا قلنا الخط ده مين؟ ده خط اللي اسمه كريتيكال ديبس لاين، ده الكريتيكال ديبس لاين، ده بتاع الواي كريتيكال يعني. الخط ده مين؟ النورمال ديبس لاين، النورمال ديبس لاين ده بتاع الواي نوت. جميل. لو قدر للفلو بتاعك ان هو بيتحرك في هذه المنطقه، ها ايه وصفها؟ وصفها ان الووتر ديبس الحقيقي هنا واي، دي الواي الووتر ديبس الحقيقيه. ايه علاقتها بالواي كريتيكال بالواي نوت؟ الواي هنا دي اكبر من الواي كريتيكال اكبر من الواي نوت، ده تعريف مين؟ تعريف زون رقم واحد. يبقى دي اسمها زون نمبر 1. يبقى دي اسمها ايه؟ زون واحد. تعال نشوف المنطقه دي، لو فرضنا ان الووتر ديبس او الفلو بتاعك واقع في هذه المنطقه. لو واقع في هذه المنطقه كده يبقى بالتالي الووتر ديبس الحقيقي فين؟ اهو. هو ده الووتر ديبس الحقيقي، ده الواي بتاعتي. جميل. الواي دي ايه علاقتها بالواي نوت؟ ايه علاقتها بالواي كريتيكال؟ اقل من الواي نوت واقل من الواي كريتيكال، ده تعريف زون رقم 3. يبقى دي زون رقم 3. يبقى كل ما هو موجود هنا، كل ما هو موجود تحت البتاع دي ده زون 3، كل ما هو موجود فوق دي كده ده زون ايه؟ رقم 1. يبقى اكيد دي زون رقم كام؟ رقم 2 وانا مغمض. يبقى ده التاني، التعريف نقوله تاني، تعريف نقوله تاني. زون رقم 1 ايه تعريفها؟ هي الزون اللي عندها الووتر ديبس الحقيقي اعلى من الواي نوت اعلى من الواي كريتيكال. زون رقم 3 ايه تعريفها؟ هي الزون التي فيها الووتر ديبس الحقيقي اقل من الواي نوت اقل من الواي كريتيكال. طب زون 2 اللي هي مش 1 و3، واضح كده؟ جميل. طب تعال نعرف دي، ها يلا معايا في دي. لو الووتر ديبس واقع في النقطه دي معناها ايه؟ الووتر ديبس الحقيقي قيمته هي واي، ها واي ايه بقى؟ اعلى من الواي نوت اعلى من الواي كريتيكال، يبقى دي زون رقم 1. لو الفلو واقع في النقطه دي يبقى معناها الووتر ديبس الحقيقي اهو قيمته اقل من الواي نوت اقل من الواي كريتيكال، يبقى ده وصف مين؟ زون رقم 3. الله، امال فين زون رقم 2؟ مش موجوده، اختفت. ليه؟ لان الواي كريتيكال انطبق على واي نوت، يبقى زون رقم 2 في الكريتيكال سلوب فانيشد، فانيشد يعني مش موجود.
مش موجودة أصلاً، مش معرفة. يلا نطبق هنا بالنسبة للمايلد سلوب. لو النقطة أو الفلو واقع هنا، لو الفلو الحقيقي واقع هنا، يبقى دي الووتر ديبس بتاعته الحقيقية أهي واي. طب إيه علاقة الواي بالواي نوت بالواي كريتيكال؟ الواي بتاعتك الحقيقية أكبر من الواي نوت، أكبر من الواي كريتيكال. ده وصف مين؟ وصف زون رقم واحد. طيب لو الفلو واقع هنا في النقطة دي، لو الحقيقي الووتر ديبس الحقيقي أهو واي أهي، يبقى في الحالة دي الواي بتاعتي دي ها أقل من الواي نوت، أقل من الواي كريتيكال. ده وصف مين؟ وصف زون رقم إيه؟ 3. طب لو وقع ما بين بين، يبقى ده وصف زون رقم إيه؟ 2. واضح يا شباب؟ جميل. يبقى 1 2 3 هنا 1 و3 بس، هنا 1 و2 زون 2 أهي و3 أهي. طب تعالوا هنا ركز معايا بقى في اللي جاي ده. هنا أنا قلت الواي نوت فين؟ في ما لا نهاية. ركز في الكلام، الواي نوت هنا، واي نوت هنا في ما لا نهاية. إيه رأيك نبدأ بالنقطة دي؟ النقطة دي لو الووتر ديبس الحقيقي واقع هنا، إيه وصفها؟ الواي الحقيقية أقل من الواي كريتيكال، أقل من الواي نوت، الواي نوت في ما لا نهاية. يبقى ده زون دي، دي زون رقم 3، لأن الواي أقل من الواي نوت، أقل من الواي كريتيكال، يبقى دي زون 3. إيه رأيك لو الووتر ديبس الحقيقي واقع في النقطة دي؟ النقطة دي الواي بتاعها هي الحقيقية. إيه وصفها؟ الواي الحقيقية دي أكبر من الواي كريتيكال ولكنها أقل من الواي نوت اللي في ما لا نهاية. ده وصف مين؟ وصف زون 2. طب ويبقى فين زون واحد؟ مفيش زون واحد، يبقى زون واحد هنا فانشت. يبقى هنا ما عنديش زون ايه؟ نمبر 1. طيب تعالى نعمل هنا نطبق نفس الكلام في الادفرس سلوب. ها إيه فرضنا ان الفلو واقع في هذه النقطه، يبقى الووتر ديبس الحقيقي هو بتاعي. ايه علاقته بالواي كريتيكال والواي نوت؟ السؤال الواي نوت هنا فين؟ الواي نوت هنا ايماجينري. ايماجينري احنا بتوع الرياضه بياخدوه زي ايه؟ زي ما لا نهايه. ايماجينري يعني ملوش وجود، فاعتبره ان هو كانه في ما لا نهايه. يبقى بص بقى معايا، يبقى لو الواي الحقيقيه بتاعتي واقعه اقل من الواي كريتيكال، اقل من الواي نوت اللي هو تخيلي اللي هو في ما لا نهايه، يبقى في الحاله دي الزون دي اسمها ايه؟ زون رقم 3. اقل من الواي نوت، اقل من الواي كريتيكال. طب لو الفلو الحقيقي واقع هنا، يبقى الووتر ديبس بتاعته اعلى من الواي كريتيكال ولكنها اقل من الايماجينري اللي هو ما لا نهايه يعني، فبالتالي دي زون رقم ايه؟ رقم 2. يبقى زون واحد هنا فين؟ فانش دور. يبقى زون واحد مختفيه هنا وهنا، زون 2 مختفيه هنا، زون 1 و 2 3 موجودين في المايلد والستيب. اوعى تحفظ، لازم تفهم زي ما انا بقول كده بالظبط. واحد يقول لي بالصلاه على النبي ان شاء الله، طب الزونز دي فهمتنا ايه؟ يعني ايه القصه دي كلها؟ ايه الغرض منها في النهايه؟ الغرض منها في النهايه انك انت تقدر تبريدكت الكيرف بتاع سطح الميه هيبقى رايز ولا يفول. ازاي بقى؟ هتستخدم الجولدن رول رقم 1. تعال نشوف الجولدن رول رقم 1 بتقول ايه. الجولدن رول رقم 1 بتقول، القاعدة الذهبية رقم 1 بتقول الفلو بتاعي رايزنج فولينج رايزنج. يعني ايه؟ رايزنج لو كان داخل، لو كان في زون رقم 1، فولينج لو كان في زون رقم 2، ورايزنج لو كان في زون رقم 3. الله، يبقى مجرد ما انت تحدد الزون بتاعتك انهي رقم فيهم، 1 ولا 2 ولا 3، تقدر تجاوب على السؤال الاولاني على طول بتاع السكتش بتاع الووتر سيرفيس بروفايل. هل الكيرف بتاعي رايزنج ولا فولينج؟ هل الكيرف بتاعي رايزنج ولا فولينج؟ يبقى نرجع بقى تاني. ها، ايه رايك يا باشمهندس بقى هنا؟ لو قدر الفلو ان هو يسبح في هذه الزون اللي هي زون رقم 1، يبقى هيسبح ايه؟ هيبقى رايزنج. طب لو قدر الفلو ان هو يسبح في زون رقم 2، يبقى لازم الترند بتاعه يكون ايه؟ يبقى لازم يكون فولينج. لو قدر الفلو ان هو يسبح في زون رقم 3، لازم يبقى البيهيفير بتاعه رايزنج. رايزنج فولينج رايزنج. طب يلا بقى هنا، لو قدر الفلو يسبح في هذه الزون، الزون دي اسمها ايه؟ زون 1، يبقى لازم يبقى رايزنج. طب زون دي ايه؟ لو قدر الليزر يسبح في الزون دي، زون دي 3، يبقى لازم رايزنج. طب في هنا فولينج؟ نو فولينج. واضح يا شباب؟ وهكذا بقى، يبقى رايزنج فولينج رايزنج، وهنا ها فولينج رايزنج، وهنا فولينج رايزنج. يبقى انا كده جاوبت على السؤال رقم 1. ازاي اعرف رايزنج ولا فولينج رايزنج؟ رقم 1 صنف البيد سلوب، رقم 2 حط الزونز بتاعتك بناء على هذا التصنيف، رقم 3 الجولدن رول طبقها الاولانيه اللي هي بتقول ايه؟ رايزنج فولينج رايزنج. رايزنج لزون رقم 1، فولينج لزون رقم 2، رايزنج لزون رقم 3. الكلام ده طبعا ليه اثبات، بس احنا مش داعي ندخل التفاصيل بتاعت الاثباتات. عايزين نجاوب على السؤال الثاني بقى. السؤال الثاني اللي هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الكيرفيتشر. انا عرفت خلاص الفلو رايزنج، بس هو هيرايز بقى كونكيف ولا كونفكس؟ الكيرفيتشر بتاعه شكله عامل ازاي؟ فتيجي بقى الجولدن رول رقم 2. ايه الجولدن رول رقم 2 بتقول ايه؟ بتقول لك يا سيدي، لو الووتر ديبس الحقيقي بتاعك بيقرب من النورمال ديبس لاين، الندل يعني النورمال ديبس لاين، تقرب عليه مماس، جو تانجنت.
لو الووتر ديبس الحقيقي بتاعك بيقرب من الكريتيكال ديبس لاين السي دي ال، تدخل عليه عمودي، يعني النورمال الووتر ديبس بتاعك الحقيقي يدخل على الكريتيكال، يدخل عمودي، البيهيفير بتاعه يكون عمودي. لو الووتر ديبس الحقيقي بتاعك بيدخل على ما لا نهايه، يعني عايز يرايز لما لا نهايه، يدخل هوريزون. هم دول الجولدن رول رقم اثنين، اهم اثنين فيهم الاثنين دول. الاثنين دول دي ممكن نديسريجارد دلوقتي. يبقى تاني نراجع الكلام بقى، لو الووتر ديبس الحقيقي بتاعك بيدخل على النورمال ديبس يدخل مماس، لو بيدخل على الكريتيكال يدخل عمودي. تعال نشوف هنطبق الكلام ده ازاي. بص بقى معايا، انا من شويه دلوقتي انا قلت لك ايه؟ ان زون رقم واحد رايزنج، زون رقم واحد ايه؟ رايزنج. طب هترايز كده ولا هترايز كده؟ تيجي بقى الرول اللي احنا قلناها من شويه بتاعت الجولدن رول رقم ايه؟ رقم اثنين. فالجولدن رول رقم اثنين هيقول لك ايه بقى؟ انت دلوقتي عايز ترايز كده صح؟ جميل. طب وانت بتتحرك كده الواي بتاعتك بتدخل على مين؟ تدخل على الكريتيكال. يبقى تدخل على الكريتيكال، احنا اتفقنا يدخل على الكريتيكال ايه؟ الواي. اما تدخل على الواي نوت تدخل مماس تانجنت، اما الواي تدخل على الكريتيكال قلنا تدخل ايه؟ عمودي. اه يبقى ايه رايك؟ الصح يبقى اخد الكيرفيتشر ده رايزنج اهو، ولا اخد الكيرفيتشر ده؟ الصح بتاعي ان انا اخد ده. ليه؟ لان هو اما بيدخل هنا يدخل على الكريتيكال يدخل اهو عمودي صح، انما ده داخل ايه؟ خارج منه مماس. يبقى ده غلط وده اللي صح. واضح يا شباب؟ يبقى بالتالي انا عرفت دلوقتي من هذه القاعده البيهيفير بتاعي شكله عامل ازاي. يبقى تاني لو انا عندي زون رقم واحد الكيرف بتاعي رايزنج اهو، اخد البيهيفير ده ولا اخد البيهيفير ده؟ تعال نطبق بقى. اما انا بقرب من الكريتيكال بقرب المفروض عمودي، يبقى يوم ما بينطبق عليه ده ولا ده؟ ده اللي صح ويبقى ده اللي غلط. يبقى ما تيجي ارسم الكيرف بتاعي ترسمه الترند بتاعه شكله عامل كده، وما ترسمش الترند بتاعه شكله عامل كده. طيب تعالى نشوف زون رقم اثنين، تعالى نشوف زون رقم اثنين. زون رقم اثنين احنا قلنا زون رقم اثنين زون فولينج رايزنج، فولينج رايزنج، فولينج فولينج يعني ايه؟ يعني ادي فولينج اهو، ده كيرف فولينج. طب فولينج ممكن اعمل فولينج شكله عامل كده، ممكن اعمله شكله عامل كده، ايهما يطبق قانون؟ قلنا بقى اما تدخل على الكريتيكال تدخل عمودي، تدخل على النورمال تدخل مماس، ايهما بيطبق قانون ده؟ وده غلط صح، لان ده خرج من الكريتيكال هو عمودي، خرج من الكريتيكال عمودي ودخل على النورمال دخل ايه؟ دخل مماس. مظبوط كده؟ يبقى ده اللي صح وده اللي غلط، يبقى ده هيكون هو الصح. يبقى الكيرف بتاعي اهو فولينج اهو، كيرف بيتحرك بهذا الشكل. خلاص. طب تعالى بقى نشوف الثاني، الحاله او الزون الاخيره. الزون الاخيره زون رقم ثلاثه ايه؟ رايزنج كيرف. رايزنج كيرف يعني عامل كده. طب الرايزنج ممكن اعمله كده، ممكن اروح اعمله الكيرفيتشر بتاعه كده، ممكن اعمله كده، ايهما الصح؟ اما تقرب من نورمال تقرب مماس، يبقى ايهما الصح؟ اخد الكيرف ده ولا الكيرف اللي شكله عمودي؟ لا الكيرف ده غلط، ده غلط وهو ده اللي ايه؟ ده اللي صح. بالتالي اعمل الشكل ده، بالتالي الشكل بتاعي اروح اعمل كده، اروح داخل على النورمال ادخل على النورمال ايه؟ مماس، وهكذا بقى. يبقى تعالوا نعمل ده، ده رايزنج كيرف. يبقى اعمله ازاي؟ اخرج من ده، انا كده بقرب من واي نوت، يبقى اروح اعمله كده، ما اعملوش كده، اعمله كده. طيب اعمل فولينج كيرف، فولينج كيرف اهو، يبقى شكله يتعمل ازاي؟ اخرج من النورمال مماس ادخل على الكريتيكال عمودي، يبقى اما اعمل فولينج اروح اعمله ايه؟ ما اعملوش العكس، ما اعملوش كده. طيب ندخل على الرايزنج هنا، الرايزنج هنا شكله عامل ازاي؟ المفروض رايزنج كده، يبقى ادخل على الكريتيكال ادخل مماس ولا عمودي؟ ادخل عمودي، يبقى شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده. يبقى ده اسمه رايزنج كيرف اهو، والترند بتاعه يقرب من الكريتيكال يدخل عليه عمودي. تعال نشوف الزون دي، زون اثنين يعني فولينج كيرف، وزون ثلاثه يعني رايزنج كيرف. ازاي ارسم الكيرفات بتاعتها؟ فولينج كيرف يعني اعمله كده، يبقى ممكن اعمله كده وممكن اعمله كده، ايهما صح؟ ده الصح ولا ده الصح؟ الكيرف العمودي على الكريتيكال هو الصح، يبقى ده الصح وده الغلط. يبقى ده الغلط، اما ادخل على الكريتيكال ادخل عمودي. طيب يلا نعمل ده، ده اسمه رايزنج كيرف، ممكن اعمله كده، ممكن اعمله رايزنج كده وممكن اعمله رايزنج كده، ايهما الصح؟ ده الصح، لان داخل على الكريتيكال عمودي وده داخل مماس، يبقى ده الغلط. يبقى الشكل بتاعي يبقى عامل كده. لما اجي ارسم بقى الشكل بتاعي النهائي، الكيرف ده يبقى فولينج كده، الكيرف ده يبقى ايه؟ رايزنج كده. خلاص يلا نعمل هنا فولينج رايزنج،
نفس الكلام، ادخل على الكريتيكال انا بعمل فولينج، ادخل على كريتيكال ادخل عليه عمودي، يبقى شكل الكيرفيتشر اختار الكيرفيتشر اللي هو عامل كده. طب وده عايز اعمل رايزنج كيرف، انا بقرب من ايه؟ بقرب من كريتيكال، يبقى ادخل عليه عمودي، يبقى لما اجي اقرب ما اخدش الكيرفيتشر المماس كده، اخد كيرفيتشر اللي شكله عامل كده. واضح يا شباب؟ وهكذا. يبقى بالتالي انا استطيع دلوقتي ان انا ارسم مين؟ كل ايه؟ كل الكيرفيتشرز بتاعتي. دي نقطه مهمه بقى جدا. ايه هي؟ دي الكيرفيتشر اللي احنا رسمناها اهي. نقطه مهمه جدا. تعالى بقى معايا في الكريتيكال بقى ده. انت قلت ايه من شويه؟ اما ادخل على النورمال ادخل مماس، ادخل على الكريتيكال ادخل عمودي، صح؟ طيب دلوقتي الكريتيكال الواي كريتيكال والواي نوت منطبقين على بعض، يبقى ان شاء الله اما ادخل بقى عليهم ادخل على الكريتيكال ولا ادخل على النورمال؟ انا بعتبر نفسي داخل على مين بالظبط والاثنين منطبقين على بعض. في الحاله دي الرول دي مش هتنفع في الكريتيكال سلوب. بمعنى ايه؟ انا في الكريتيكال سلوب هكون عارف ان الفلو في الزون رقم واحد رايزنج، فبالتالي هروح رسمه كده، هرسمه الترند بتاعه ان هو رايزنج، بس هل هو الكيرفيتشر بتاعه عامل كده ولا عامل كده؟ مش عارف. فبنروح عاملينها ازاي؟ نروح عاملينها بالشكل ده. شايفين بنعمل ايه؟ نرسم خط رايزنج اهو، واجي في النقطه دي اعمل دوتد كده. دوتد يعني معناها انا مش قادر اعرف الكيرفيتشر اما يقرب من الكريتيكال او النورمال هيكون شكله ازاي. انا مش هقدر اعرف بالسكتش من السكتش، انما حضرتك لو اديتني ارقام اقدر اقول لك بالظبط السيرفس شكله عامل ازاي. يعني بمعنى تاني احنا في حاله الكريتيكال سلوب بناجل ان احنا نحكم على الكيرفيتشر هنا لحد ما يكون عندي ارقام، فقط مجرد بناجل الكلام، انما انا هستطيع ان احنا نعرف بالظبط سطح الميه هيكون عامل ازاي بس لو اديتني ايه؟ لو اديتني ارقام. نفس الكلام بنعمله هنا. بص بقى بعمل كده الكيرف بتاعي ايه؟ رايزنج، بعمله رايزنج وخلاص. اما داخل بقى على الكريتيكال والنورمال بدخل ازاي؟ بعمل دوتد بس. بعمل دوتد يعني معناها انا مش هقدر احدد الكيرفيتشر بتاعي شكله عامل ازاي. واضح يا شباب؟ بكده يبقى احنا جاوبنا على اسئله السكتش بتاعت الووتر سيرفيس بروفايل، رايزنج ولا فولينج ولا رايزنج. لسه ما خلصناش كده دلوقتي. الكيرفات اللي انت شايفها دي، ركزوا معايا، الكيرفات اللي انت شايفها دي اوعى حد يكون فاكر ان فلو هو ماشي كده يعني هيبقى ده سطح الميه. واحد يقول لي هو ايه اللي انا شايفه ده؟ ده ايه ده؟ ده سطح الميه يعني عامل ازاي؟ يعني الميه هتمشي كده وبعدين في نفس الوقت هتمشي كده؟ لا، ده لو فرضنا، انا بقول لك اهو، لو فرضنا ان الووتر ديبس الحقيقي وصل لحد الليفل ده، لو وصل لحد الليفل ده هتبص تلاقي البيهيفير بتاعه هيكون كده، يكون نزول، فممكن ياخد جزء من الكيرف بس، يعني ممكن ياخد جزء من الكيرف. طب والتاني ده خلاص مش موجود لان الفلو وجد في هذه المنطقه. طب افرض فرضنا الفلو وجد في المنطقه دي، لو وجد في المنطقه دي مثلا كان الووتر ديبس الحقيقي كان القيمه دي من هنا لهنا كده، الووتر ديبس ده، يبقى خلاص اما يتحرك مع الداون ستريم هياخد جزء من هذا الكيرف، هياخدها بهذا الشكل. طب والكيرف ده مش هيكون موجود في الحاله دي خلاص. انا بقى هنا اللي انا برسمه لك ده كله احتمالات وجود الفلو هيبقى شكلها عامل ازاي، احتمالات وجود الفلو شكلها عامل ازاي. الكيرفز دي بقى بنديها اسماء، الاسماء دي زي اسمك انت، بتاخد اسمك ازاي؟ اسمك واسم الاب واسم الجد وكده. احنا الكيرفات دي بناخدها اسمها كالاتي، بندي لها فازر نيم ومذر نيم، فازر نيم ومذر نيم. فالكيرف ده اسمه ايه؟ اسمه A2. ليه؟ اخد الفازر نيم اسم السلوب والمذر نيم اسم الريجن الزون اللي هو واقع عليه. يبقى A2 كيرف انت عرفت خلاص ان هو واقع على سلوب وصفه ان هو ادفرس سلوب، وان الفلو هنا موجود او واقع في زون رقم 2. ف A2 يعني معناها زون نمبر 2 على ادفرس سلوب. طب ويبقى الكيرف ده اسمه ايه بقى؟ اسمه A3. طب فين الـ A1 كيرف؟ ملوش وجود وغير معرف. ودي بقى ساعات بتيجي في ايه، صح وغلط والكلام الظريف ده. يقول لك الـ A1 سلوب بيحصل له كذا وكذا وكذا، صح ولا غلط؟ وانت تقول له صح، واصلا ما فيش حاجه اسمها A1 سلوب اصلا، A1 كيرف قصدي. طيب ايه رايك هنا؟ ده اسمه ايه الكيرف ده؟ ده اسمه H. طب الكيرف ده اسمه ايه؟ اسمه H3 وهكذا بقى. طيب الكيرف ده اسمه ايه؟ ده اسمه M2، ده اسمه M3. طب M1 فين؟ M1 اهو، M1 مماس للنورمال اهو، M1 كيرف. طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه C1 كيرف، وده اسمه C3 كيرف. طب C2 فين؟ نوت ديفايند، غير معرف، لان زون 2 مش موجوده اصلا. طب والكيرف ده اسمه ايه؟ اسمه S1، وده اسمه ايه؟ S2، وده اسمه ايه؟ S. يبقى الكيرفات دلوقتي ليها ارقام زي ما قلنا، فازر نيم ومذر ايه؟ ومذر نيم. طيب تعالوا نطبق بقى الكلام ده على اول ايه اكسرسايز عندنا النهارده. فبيقول لي اهو، بيقول لي سكتش الووتر سيرفيس بروفايل اسيوم لونج ريتش.
اسيوم لونج ريتش. هقول لكم يعني ايه المقصود بكلمه اسيوم لونج ريتش ليه بعد شويه. تعالوا نشوف الشانل بتاعتنا شكلها عامل ازاي. الشانل بتاعتنا مكونه من جزء من ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني ادفرس ريتش، يعني اسلوب عكسي، اسلوب جاي كده ادفرس ريتش، وبعدين ستيب ريتش، وبعدين دروب. دروب ماشي كده، يبقى ادفرس ستيب وبعدين دروب. لو فلو مشي هنا هل هيكون ماشي يونيفورم؟ اكيد لا، هيبقى نون يونيفورم. فبيقول لك بقى سكتش الووتر سيرفيس بروفايل بتاع النون يونيفورم فلو. ازاي هسكتش الووتر سيرفيس بروفايل بتاع النون يونيفورم؟ في الاول خالص انا عايز بس اوضح الادفرس دي بتحصل ازاي في الحقيقه، في الطبيعه يعني ممكن تحصل ازاي. ايه تعريف الادفرس؟ اما ارسم لك ادفرس في بدايه التشانل كده، يعني قناه بدايتها ادفرس، يعني ايه؟ يعني ايه الشكل ده؟ الشكل ده قصدنا بيه ايه؟ قصدنا بيه ان ممكن يكون عندي ليك بهذا الشكل، ممكن يكون عندي ليك بهذا الشكل. ده بلان فيو يا شباب، ادي ليك اهي، بحيره، والبحيره دي بتغذي نهر او ايه، او تشانل او ترعه او بوند او ريسيرفوار بتاعت سد، وبتغذي ايه التشانل اللي بتخرج من السد. لو انا اخدت قطاع كده في البحيره دي هيبقى شكله عامل ازاي؟ شكله هيبقى عامل كده، صح ولا لا؟ شكله يبقى عامل كده. ادي قطاع في التشانل، اسف، في الليك، في البحيره، يبقى شكله عامل كده، القاع بتاع التشانل كده اعمق حاجه هنا، وبعد كده يرد تاني. ايه رايك في الحته دي؟ الحته دي وصفها ايه؟ خد بالك الفلو ازاي؟ الفلو في التشانل دي، الفلو بيبدا يتحرك كده عشان يمشي فين؟ يمشي في النهر او في البحيره او في الستريم او في الوادي، صح ولا لا؟ ايه وصف الحته دي بالنسبه للتشانل بتاعتي؟ وصفها ايه؟ انها ادفرس سلوب. فانا بعمل ايه؟ انا باخد الجزء ده بس من المساله. ليه باخد الجزء ده من المساله؟ لان الجزء ده بس هو اللي بيكونتريبيوت، بيديني ميه، صح، بيديني ميه في الليك بتاعتي، انما الجزء ده ماليش علاقه بيه خالص، مش محتاج ارسمه اصلا، صح ولا لا؟ فبالتالي اما انا اجي ارسم لك الرسمه اللي انا رسمتها من شويه دي، يبقى انت تعرف على طول بمجرد النظر انا قصدي ايه، ان انا قصدي التشانل بتاعتي هنا بتبدا ايه، بتبدا ببحيره، بتبدا بحيره، وده الليفل بتاع البحيره، واضح؟ مش لازم اقعد ارسم القصه دي، فبنرسمها كده على طول ادفرس سلوب وبعدين ايه الستيب سلوب. ماشي يا شباب، وكده احنا وضحنا القصه دي. تعالوا نشوف الخطوات بقى الاساسيه اللي بيها بنرسم او بنعمل سكتش لاي ايه، لاي مساله. اول خطوه، اول ستيب، كلاسيفاي التايبس بتاعت السلوبس بتاعتك. يعني ايه؟ لازم تقول لي بقى ده ايه ادفرس، وده ستيب، وده نوعه مايلد ولا ايه. ده مهم جدا، لان زي ما اتفقنا كل سلوب ليه خصائصه، والخصائص بتحدد الكريتيكال فين والنورمال ديبس فين والقصص دي كلها. يبقى رقم واحد كلاسيفاي البيد سلوب، ماشي. رقم اثنين خد خط راسي عند اماكن التغييرات. ايه اماكن التغييرات؟ الاماكن اللي بتريجر تخلي الفلو يبقى نون يونيفورم. يعني ايه اماكن التغيرات؟ السلوب اتغير في هنا، سلوب كان هيئته ادفرس بقى ستيب، هنا كان هيئته ستيب بقى ايه، بقى زي ما شايف فيرتيكال، وهكذا. الرفنس اتغيرت في بوابه، كل دي اماكن تغيرات. فحط لي خطوط راسيه عند اماكن تغيرات. ادي اماكن تغيرات اهو، في اماكن تغير هنا حصلت، وفي مكان تغير هنا حصل. يبقى بيقول لك اهو construct vertical lines at locations of non-uniformity، اماكن التغيرات. ماشي، يبقى دي ستيب نمبر 1. ستيب نمبر 2 ارسم الكريتيكال ديبس لاين، السي دي ال ارسمه. واحنا عارفين ان السي دي ال داله في مين؟ وكريتيكال داله في كيو فقط، داله في كيو، جهاز التكعيبي كيو سمول سكوير على جي، صح؟ الواي كريتيكال داله في كيو، يبقى احنا عارفين وات كمز ان جوز اوت، يعني كيو اللي ماشيه هنا هي نفسها اللي ماشيه هنا، هي اللي خارجه هنا، صح؟ بما ان كيو ثابته يبقى الواي كريتيكال هتبقى ايه؟ ثابته. يبقى الواي كريتيكال على الادفرس سلوب هي نفسها الواي كريتيكال على الستيب سلوب، هي نفسها الواي كريتيكال على مين؟ على عمك الدروب ده، صح ولا لا؟ صح. يبقى الكريتيكال ديبس لاين ثابت، يبقى حضرتك هتاخد خط موازي للبيد سلوب، خط موازي اهو كده، علشان اقول ايه؟ عشان اقول ان الديبس ده اللي اسمه الواي كريتيكال هو نفسه الدبس ده اللي اسمه ايه الواي كريتيكال، وترسمه خط دوتد. انا رسم خط دوتد بس الدوتد ايه خفيف شويه، ده الخط الدوتد بقى احنا بنرسمه كده. لما تيجي تعمل سكتش انت بالقلم بتاعك او بنعمله ايه خط دوتد كده، ده العرف بتاعه، ونكتب عليه سي دي ال. خلاص، يبقى دي الخطوه الاولى، ارسم الكريتيكال دبس لاين، علما بان الكريتيكال ديبس لاين داله فقط في الدسشارج، وبالتالي فاذا كانت الدسشارج لم تتغير فالكريتيكال ديبس لاين يتغير. ماشي كده؟ ماشي. الخطوه الثانيه ارسم النورمال ديبس لو كان للنورمال ديبس وجود، ارسم النورمال ديبس لاين لو كان النورمال ديبس لا لاين موجود. طب تعالى نعمل الحاجه السهله الاول، الستيب سلوب. انا مش هحفظ، انا هفهم. افهم الستيب سلوب ايه وصفه؟ ستيب يعني حاد، يعني الميه لو مشيت عليه تمشي بسرعه عاليه، يعني الفي اكبر من الفي كريتيكال، يعني الواي اقل من الواي كريتيكال،
يعني لو قدر الفلو يمشي بالنورمال ديبس هيمشي بوتر ديبس اقل من الواي كريتيكال، يعني النورمال ديبس لاين موقعه فين بالنسبه للكريتيكال ديبس لاين؟ النورمال ديبس لاين تحت الكريتيكال ديبس لاين، عشان كده هاخد خط سوليد وهرسم النورمال ديبس لاين وبنسميناه الندل ان دي ال. النورمال ديبس لاين اهو، وده مين؟ ده الكريتيكال ديبس لاين. فالنورمال ديبس لاين في الستيب سلوب تحت الكريتيكال ديبس لاين. تعالى بنشوف الادفرس سلوب. هل الادفرس سلوب معرف ليه واي نوت؟ لا، احنا قلنا الواي نوت في الادفرس سلوب بتروح لما لا نهايه او ايماجينري. يبقى الخطوه رقم 2 3 ارسم النورمال ديبس لاين او عرف النورمال ديبس لاين. اهو رسمت النورمال ديبس لاين هنا، وهنا ملهوش وجود فعرفته وحطيته كده بهذا الشكل. طيب الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده بيقول لك اد ترافيك سيجنال. يعني ايه اد ترافيك سيجنال؟ يعني يحط لي اشارات المرور. يعني ايه اشارات المرور؟ يعني يحط لي فين زون 1 وزون 2 وزون 3 ورايزنج وفولينج ورايزنج كلام. فتعال نحط بقى اشارات المرور. لو انتوا فاكرين ده كان ايه؟ ده هنا واي نوت في ما لا نهايه، يبقى دي زون رقم 2. دي رقم 2 يعني فولينج، وزون رقم 3 دي يعني رايزنج. الواي لو الووتر ديبس وقع في النقطه دي يبقى اعلى من الواي كريتيكال، اعلى من الواي نوت، يبقى دي اسمها ايه؟ دي زون رقم 1 دي. ايه وصفها؟ وصفها ايه؟ وصفها رايزنج. ها هنا ايه؟ هنا فولينج وهنا رايزنج، يبقى رايزنج فولينج رايزنج. ايه كمان؟ يبقى ترسم بقى رايزنج فولينج رايزنج، رايزنج فولينج رايزنج. دي خطوه رقم 4. خطوه رقم 5 بقى اسيوم لونج ريتش. تعالى بقى نشوف بقى يعني ايه كلمه لونج ريتش. بص بقى لونج ريتش يعني ايه؟ لونج ريتش يعني انا فارض ان، بص بقى، المسافه ما بين النون يونيفورمتي لاين ده، المسافه دي ما بين هنا وبين هنا، المسافة دي كبيرة جدا، لونج ريتش كبيرة جدا، لدرجة ان الفلو ما بينهما قدر يرجع تاني لليونيفورم فلو كونديشن. اليونيفورم فلو كونديشن اللي هي عندها ايه؟ عندها الواي بيساوي الواي نوت. يعني معناها ما بين الخط ده والخط ده مسافة طويلة قوي، لدرجة ان الفلو قدر يرجع تاني لليونيفورم كونديشن. كمان الفلو بيحب يرجع للنورمال، عشان كده سميناها النورمال، يعني بيحب يرجع للنورمال ديبس. طب امتى بيرجع للنورمال ديبس؟ اما تكون المسافات دي طويله قوي. فاحنا في الجزء بتاعنا، لان الكورس بتاعنا انترودكتوري، فاحنا بنتكلم على عمل سكتش للووتر سيرفيس بروفايل للتشانلز اللي وصفها ايه؟ انها اللونج. طب افرض ما كانتش تشانل لونج، كانت شورت، في الحاله دي الكيرفات هتدخل في بعض، وحضرتك بالمعلومات بتاعتك مش هتعرف ترسم الكيرفات دي، محتاجه انها شغل ايه؟ شويه نيوميريكالي باستخدام الايه؟ الحاسب. فاحنا في الجزء الانترودكتوري بتاعنا ده، في الكورس بتاعنا البسيط ده، احنا بنتكلم على عمل سكتش للووتر سيرفيس بروفايل اسيومينج ان احنا عندنا مين؟ لونج ريتش. يعني ايه لونج ريتش؟ يعني المسافه ما بين اي تو سكسيسيف نون يونيفورمتي لاين، المسافه دي طويله جدا لدرجه انها تمكن الفلو ما بينهما ان هو يرجع لمين؟ للنورمال. وبالتالي حضرتك انت عارف معلومات دلوقتي مهمه جدا. واحد، عارف ان الميه بتبدا في البحيره من هنا وبعد كده عايزه تدخل للتشانل، وبعدين عارف ان الميه هتوصل لك هنا، وبعد كده عارف بعد كده ان الميه هتنزل هنا. هنبدا نتحرك بقى من الاب ستريم للداون ستريم، ونعمل سكتش للووتر سيرفيس بروفايل، وهنطبق القواعد او القاعدتين الاساسيتين الموجودين عندنا. فهنمشي بقى من سطح الميه اللي موجود في البحيره، ونبدا نطبق القاعده بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده، انا لازم اعمل فولينج. انا عايز اتحرك من الديستنيشن دي للديستنيشن دي. انا موجود فين؟ انا موجود هنا دلوقتي، وعايز اعمل ايه؟ عايز انزل. فعشان انزل هل مسموح بالنزول؟ الاجابه اشاره المرور بتقول لي مسموح بالنزول، فاقدر انزل. فبنزل ازاي بقى؟ اخد بالي في اعتبار كل ما بتحرك بقرب من الكريتيكال، فادخل عليه عمودي، اروح داخل عليه عمودي زي ما احنا شايفين كده. جميل. طيب يبقى دي الخطوه الاولى، دخلت عمودي، يبقى انا محقق كل الخطوات لحد دلوقتي. بعد كده انا مازلت عايز انزل تاني من هنا، عايز انزل تاني. هل مسموح بالنزول؟ الاجابه مسموح بالنزول لسه، لان انا عايز اوصل للديستنيشن بتاعتي، فمسموح لسه بالنزول. فاروح نازل كمان زي ما انتوا شايفين، واحنا نازلين هنا نزلنا ايه؟ عمودي على كريتيكال، ماي كريتيكال الجديد اللي هو ده، مش ده، ماي كريتيكال اللي هو ده، فعمودي على كريتيكال مماس للنورمال. ما اخترتش الكيرفيتشر التاني، اخترت ده كده، وصلت كده للنورمال ديبس، يبقى انا وصلت للديستنيشن ده. بعد كده الخطوه اللي بعد كده، عايز اتنقل بقى من الليفل ده، انا خلاص وصلت للديستنيشن ده، فالميه هتتحرك هنا يونيفورم 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 لحد ما توصل هنا. وبعدين عايز اعمل ايه؟ عايز افكر في المستقبل بقى، فانا عايز انزل تاني في المحطه اللي جايه بتاعتي هي الليفل ده،
فاعمل ايه بقى؟ هروح نازل ولا مش هعرف انزل؟ تعالوا نبص بقى مع بعض. لو انا دلوقتي كنت عايز اتحرك كده، عايز انزل، هل مسموح بالنزول؟ الاشارة دي بتقول لي ايه؟ غير مسموح، بقى هنا في رايزنج فقط. فالحل ايه بقى؟ المية هتصبر وتضطر حضرتك تمشي يونيفورم لحد ما توصل لهنا للنقطة دي، وتبدأ تسأل نفسك السؤال تاني. واضح؟ يبقى ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. الخطوة اللي بعد كده اهو، المية اتحركت ومشيت يونيفورم لحد ما وصلنا هنا، وبعد كده راحت نازلة كمسقط مائي. مسقط مائي خد بالكو ده يعتبر رابيدلي فاريد فلو وليس جراديولي فاريد فلو، لا ينطبق عليه كل قواعد الرايزنج والفولينج رايزنج. قواعد الرايزنج والفولينج والرايزنج فقط للجراديولي فاريد فلو. فبالتالي هيتكون عندي هنا من النقطه دي يتكون مسقط مائي اللي هو رابيدلي فاريد فلو، اللي هو ووتر فولز، اللي هي شكلها بيكون حاجه عامله زي كده المساقات المائيه زي ما احنا عارفينها، دي رابيدلي فاريد فلو. كده يبقى احنا خلصنا حلقه المايه وانتقالها من هنا لهنا لهنا. طيب الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه؟ نبدأ نحبر بقى، نرسم، نعمل بولد لسطح المية النهائي اللي احنا وصلنا له، بولد لسطح المية النهائي. جميل. وبعد كده هنبدأ نحط الليبلز بقى، الليبلز بتاعت الكيرفات بتاعتي. فمثلا الكيرف ده كل كيرف ليه ليبل، بياخد الفازر نيم بتاع السلوب والمذر نيم بتاع الريجن. فمثلا السلوب ده اسمه ايه؟ A2. ليه؟ لان هو على A سلوب وفي نفس الوقت زون رقم 2. طب السلوب ده اسمه ايه؟ S2، لان هو على ستيب سلوب وفي زون رقم 2. خلاص، وده رابيدلي فاريد فلو. شكرا.